اهلا بكم، اتمنى تكونوا بخير. النهارده معانا فيلم جديد، وهو فيلم اب، وهو فيلم كرتون عائلي. والفيلم بيحكي عن كارل وإلي اللي بيقعان في الحب ويتشاركان حلم الذهاب الى شلالات بارادايس. ومع مرور السنوات يعاني الزوجان من صعوبات تحول دون تحقيقهم هذا الحلم، الى ان تتوفى إلي تاركة كارل وحيدا حزينا في منزله المليء بالذكريات. ومع تقدم العمر يواجه كارل خطر فقدان منزله، فيقرر ربط آلاف البالونات بالمنزل والطيران نحو شلالات بارادايس لتحقيق حلمه مع إلي. وفي أثناء رحلته يكتشف أن راسل وهو كشافة صغير أنه معاه على متن المنزل بالخطأ، ويواجهان معه مغامرات مختلفة في الأدغال مع الكلب المتكلم دوج والطائر النادر كيفن ضد المغامر اللي بيحاول صيد كيفن. فبيواجهان مغامرات مثيرة ومواقف تذكرنا بأهمية التواصل والمضي قدما في الحياة رغم الأحزان، والعثور على السعادة من خلال العلاقات الجديدة وعيش اللحظات بحب. والحكمة من الفيلم ان المغامرة ليست في الاماكن التي نسافر اليها او الاهداف التي نسعى لتحقيقها، بل في العلاقات التي نبنيها والذكريات التي نصنعها مع من نحب. كارل ادرك في النهاية ان مغامرته الاكبر كانت حياته المشتركة مع إلي، حتى لو لم يتمكن من تحقيق حلمهم المشترك بالسفر. فبيعلمنا الفيلم ان الماضي والذكريات تمنحنا قوة، لكن لا ينبغي ان نغفل عن الحاضر وما يمكن أن يقدمه من فرص جديدة للارتباط والمغامرة. المهم الفيلم ده جميل جدا وممتع، وأنصح بالمشاهدة، وهنتظر رأيكم في التعليقات. أشوفكم في فيديو قادم. سلام.